وش فيش؟ ماشي. تعبانة؟ لازم تقولي تو. لا يا أمي أرجوش، لو ما قلتي تراني أنا بقول. خش شريفة، أشوف شو وقفتي عن الأكل. سامع عندها بشارة حلوة بس مخيلة تقول. خير يا بنتي، بشرينا. ما قلت لكم مخيلة. زين قولي انتي. سما حامل. قولي مرة ثانية. سما حامل. بسيرة بشر ذيام. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد مشكوك يا ولدي، مشكوك. أحسنت، الله يرزقك أنت بعد. مشكوك يا ولدي، مشكوك. مع السلامة. تعالي لو سمحتي. أباش طبعي لي قرار بصرف مكافأة راتب كامل لكل موظفين الشركة، ويبي لي بسرعة علشان اعتمدها. إن شاء الله أستاذ. تفضلي. استوى اللي تمنيته يا دياب. الحين برتاح. إن اللي بنيته ما بيضيع. هذا الولد بيكون الرابط اللي بيربط العائلتين للأبد مهما استوى. ترى هل أخطأت أمي أم أنها صححت خطأي؟ قد يبدو أن الجميع يستحق خبر حملي بالطفل، فقط هو من لا يستحق، فلماذا أسعده في حين أنه أدخلني في دائرة من التعاسة؟ متى سأخرج من هذه الدائرة؟ فارس زعلانة؟ يا بنتي إذا ما عرفوا اليوم بيعرفوا باكر. الحمل ما ينضم، يبين أكثر يوم ورا يوم. على كيفش هذا اللي سألتيني عنه؟ مبروك عليك انت. ما هذا اللي انت تباه؟ واللي انت تباه حد يزعل لانه بيستوي اب. يستوي اب بدون ما يحس انه زوج؟ عايش حياة طبيعية مع زوجته اللي يحبها وتحبه. انا كنت زوج لمدة يوم واحد بس،
وثمرة هذا اليوم بانت. الحين هي الوقت اللي لازم ترجع في سما. وعينك هذه ما تفارقها ولا لحظة واحدة لحد ما يجي المولود. انت فاهم ولا لا؟ هل يعقل أن هذا المكان يلوح في الأفق؟ أهو ما أمات أخي سعد بحسرته منتظراً البوح به أمامه؟ أهو ما جعل الشكوك تتسرب لعقل أمي وتدور في كل مكان باحثة عن إجابة؟ قطعة أراض استولى عليها عمي دون حق. هل يعقل؟ هل يعقل أن يكون هذا السبب ارتباك جيفر واضطرابه وحيرته وخوفه الشديد من الاقتراب مني؟ أم أن هناك ما هو أكبر؟ من أين سأتي بالإجابتي لكل هذه التساؤلات؟ سيرا في الوقت بس سيرا شوف ليلى اتصلت فيه وقالت لي تباني في موضوع تو في هالوقت هي ترى بيت عمي علي قريب وما بتأخر كلها نص ساعة وبرد مع السلامة تأكدت من اللي قلت ليش عليه؟ وعند اللي يخليكم تقلبوا الدنيا فوق حذر عراس ذياب لأن اللي شفتيه هذا إذا شفتي شيء نقطة بحر لغز ذياب
هني كل شيء تبي تعرفيه عن ذياب. أبوش الله يرحمه وصاني قبل لا يموت إذا استوى له شيء أسلم هالأوراق حق الشرطة، بس أنا ما قدرت، خفت. من ويش؟ عمي سعد، عمي سعد الحلاوي العود، عمي سعد، عمي سعد، ويش سويت بيدي سعد الحلاوي يا علي؟ ويش سويت؟ حواج قتلته يا علي، حواج قتلته، حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك. انت اللي قتلته يا علي. انا ما سويت شيء، ما سويت شيء، ما سويت شيء. انا جيت، جيت مثل كل مره ابى اتسلم من عنده، لقيته ميت. انت اللي قتلت، انت اللي قتلت يدي، انت اللي قتلت. انت اللي قتلت يدي، انت اللي قتلت. حرام عليك، حرام عليك يا علي يدي. عمي علي، عمي علي، مثل ما وصيتش يا بنتي اتعاملي مع الموضوع بحذر وحكمة. ماتوا من تكون في بيتكم وبروحش تدري. تبوني أتدخل في حياتكم على أساس إنه ما يحتاج. شوفوا قدامكم، شوفوا سيف يالس محرمته، وانتو حتى ما تعرفوا وين حريمكم. سمعوني انت وياه من باكر، يا ألقى كل واحد فيكم راد حرمته لبيته، يا ما حد يقول لي لا تتدخل في حياتي، فاهمين؟ اهلا يا بنتي، اهلا، تفضلي. انا ما خليت حد يمد يدينا على الاكل وانتي ما موجوده. اصلا انا هذا العزومه مسوينها عشانك انتي وبس. تفضلي يا بنتي. مشكور عمي، انا تعبانه و ما يستوي يا بنتي، عمش جالس يترياش كل هالمده وتقولي تعبانه. ودر عنش هالدلع وتعالي. تعالي يا بنتي، تعالي جلسي هنا. ما عليه، أنا بجلس عدال أمي. أشوف ما سويت عزومة مثل هذه حلا أي ولد من أولادي، ولا لأن هذا ولد جيفر.
أنا أستأذن، ما لي علاقة في العزومة. ذهبوا لأكل. يا ريتني فكرت بهذا الشيء من زمان، لكن أفضل طريقة أقدر أفضحك فيها يا ذياب أولاد أبو سعد. يا ريتني فكرت بهذا الشيء أيام سعد، بس ما قوية وتقدر توقف بويك. واللي عند ذياب عليك يا علي، اللي عند ذياب وقعت عليه مجبور لأنك ما كنت بعقلك. بس الدم، الدم اللي في دينك، يمكن عقب ما قتلت الحلاو، بس أنا بتأكد ما قتلته، أو يمكن قتلته، ما أعرف. خالي أنت هني؟ هي نعم يا بنتي، خير إن شاء الله. ما شيء، بس شغلتني عليك، طلعت بدون ما تقول شيء وتأخرت. خير يا خالي؟ مستوي شيء؟ لا يا بنتي لا، ما مستوي شيء إلا الخير. دخل ردي، دخل ردي، يلا. ما الذي سأعرفه يا ترى؟ هل أنا مستعدة لأعرف بحر اللوز الذي تتلاطم فيه مشاعرنا وذواتنا؟ وهل سأكون أول باكين على إطلال الدنيا التي ستنقلب رأسا على عقب؟ أو كما وصفها العم علي، فوق تحت على رأس ذياب؟ لهذه الدرجة نعيش حياة مبهمة طبابية؟ لابد أن أرى الحقيقة لأعيش نور النهار. يا إلهي، هل أنا في الوعي أم لا وعي؟ ماذا أقرأ؟ وكأنني أتتبع حكاية الكائن الخرافي القادم من غياهب لا معقول. أهي الحقيقة فعلا؟ هل فعلا هذه الحقيقة؟ يكون عنها ذياب هو الكائن الخرافي القادم من اللامكان ليتسيد المكان
على وين؟ حوشت تاني. حوش اسأل. انت نسيت الاتفاق اللي اتفقنا عليه؟ البيت صار باسمي انت وربيعك الى انت وما حركت ساكن. انت تطلع من البيت من اول الصبح وترجع اخر الليل عشان تكمل هوايتك مرة ثانية. ما خبرتني متى بيتغير الحال ونبني اللي باغين نبني. اذا طلعت انا غبي وبغام ووافقت ان البيت يكون باسمش ترى الشيخ حمود ما شرواي فاهمة؟ الريال ما بيعك فلوس على الفاضي. يما انت بويش واعد الريال بدل البيت؟ ويش هو الثمن اللي يترياه منك؟ الدكان نشتري ألعاب وأيس كريم. بس ماما سما قالت. ماما سما أنا خلاص كلمتها وهي وافقت. والله؟ أكيد. يلا بسرعة قبل لا يقفل الدكان. يلا. شلي ديرك من على الجرس ولا بكسرها تراني حالك. أنا وليلى متفاهمين. أنت وليلى متطالقين. مخلينها سيرة في حلوق الجيران يايبلها الحكي. أنا ياي شوف أولادي. طرشلها رسالة يا أخي بتطلعها بحالك برا ولا طرشلها أمك ولا سوي أي شيء بدل ما تضايقك اليوم. للمرة الأخيرة أقول لك لا تحوف صوب هذا الباب فاهم؟ أنت لا تتدخل. هل هاتي هنا وتقول هالكلام بروحها؟ يا الله على الفضايحك اليوم. ليش يا طلال ليش؟ الله يسامحك. خلود ماما سامع. هذه ماما اللي خبرتك عنها. ماما ماما خلود وقفي وقفي يا خلود. خلود رجع علي يا حبيبتي رجع.
أيوة سما. ويش؟ زين زين، أنا جيت النجي الحين، يلا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن وين كل هذا؟ من جمعة. جمعة صاحب هيثم؟ أتاريكي ما حيني يا رشيدة؟ قال إنه يحبني ويريد يتزوجني. معقولة؟ بس هذا متزوج أعرف، وقال إنه مستعد يطلق زوجته علشاني. ما شاء الله عليكي، صرتي أستاذة، تفوقتي علي. ما خبرتيني، إيش رأيك بالهدايا؟ حلوة حلوة. الدنيا وعذبتها واليوم قتلتها أمها. هذه ما تستاهل لقب أم، وايد عليها إن يبتها. وكانت تزورها في المستشفى مثل أي مجرم يرجعها مكان جريمته عشان يتأكد إن ما ترك وراه أي دليل يدينه. كيفك؟ أنا خلاص تعبت، عايز كل مرة إياه حركك من مكانك. غلطت الكبيرة إني سمحت لأفكارك تتسرب في راسي وتلعب بعقلي. ما قادر أستمر في اللعبة وأحد أطرافها سما. سما استوت غلطتي اللي بتوقف لي في النص. ما قدرت اكابر اكثر من كذي. انا ما قلت لك تكابر، انت رحت في درب المبادئ وجرحتها بمشاعرها وكرامتها. المهم ليلى وسما لازم يردوا البيت. اللي فهمته من طلال انه طلقها طلقه واحده بس، لأن خالها هذا الخسيس يانس وسوسلها هي راتبة راسها. أما سما مسألتها تختلف، لأنها تباك أكثر مما أنت تتوقع. يا تنطفي وما أحصل شيء، لازم أتحرك واستعجل في الطبخة. ما شاء الله سوينا نحاسب. الحمد لله الأمور تيسرت. مع المعو شوية معاه وشوية بدونه. ما تخافي زفور. مسكينة يمكن ما عندها رصيد صلبها. بايخ.
أخيرا حنقلبش علي. هاي يا بنتي طمنيني. اطمني يا خالتي، ما خليتها لين ما نامت، ودلال يالسه معها. ليلى البيت مظلم من عقبش، لا حالة حلا. مشتاقة أبويا وأخويا. ولا يهمش، باكر بتصل في أبوش وخليه هو وداوود وخالش مبارك بعد. أقول سيف يا خير، ليش ما خبرتني عن المشاكل اللي صارت في بيتكم من قبل؟ صدقيني يا دلال اني يوم رديت معش لقيت احوالهم متغيره. انا وحدي ما كنت اعرف عن هالمشاكل، يمكن لاني كنت عازل نفسي عنهم وعايش مع ذكرياتي، ويمكن اني يمكن ان هالمشاكل ابتدت بعد ما انتقلت قعلان، ما اعرف. ما بتسوي شيء؟ ما بتتدخل؟ ما عش حق، باكر بحاول افهم من امي ومن سمى اللي مستواها.